كان مجروح اللاعب مودة وما ملعبش. باهي من حسن الزواوي الهرقان يتوهل يخرج الركباوي ضرب على العارضة. مش معقول مش معقول الركباوي. شريتي خالد بن يحيى خالد بن يحيى طويلة من خالد بن يحيى في اتجاه الحسومي وقذفة عالية من الحسومي. تمريرة ذكية من خالد بن يحيى. بسام الجريدي باهم بسام يتوغل بسام ومخالفة مخالفة لصالح الفريق القومي التونسي. في التنفيذ لطفي الحسومي باهية وين هالجول وين سبتمبر 84. الشرقي ما ياخذش الكرة والقسري سيلفانوس حسني الزواوي الشرقي نبي المعلول باهي يستحفظ على كورته كما ينبغي حسني الزواوي من جديد ويخرج الهرقال 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 خلي نبي المعلول نبي المعلول لحسومي لحسومي هرقل من جديد يخلي خالد بن يحيى ويخرج شريط على اليسار ويوزع تجي الكرة عند باهية باهية ما خدش على الكرة. شريتي نبي المعلول نبي المعلول مع محمود الاول هرقل نبي المعلول باهي باهي العمليه واه جميله من نبي المعلول تمر بجانب المرمى. الفريق التونسي خدم عده مخالفات في التمارين على الطراز هذا الرفاي ينقذ المرمى متاعه بعد ضربة رأسية من بسام وكأن بسام المقابلات الدولية تعطيه دفع جديد خاصة في ملعب المنزه كان وعدنا بهذا. شريتي بل شيدوزي باهي من شريتي جميلة التمريرة العرضية في اتجاه الحسومي والحسومي يخرج الهرقال الهرقال يحط كرة على راسه باهي من الهرقال يخرج القزري والقزري يحيى دائما عند الكرة الهرقال الهرقال وامام مودة الاول الهرقال باهية يخرج لحسومي لحسومي يخرج الركباوي الركباوي يمد كورته لبسام وبسام تدخل عنيف من سيلفانوس او صندي ايبوك بي ومخالفة مثل إجابة هدف الأول نفس الموقع خطورة الركباوي وبسام شاهدناها من جديد اليوم ينفذ وركنية إذن ارتباك كبير